فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان صائما صيام قضاء ثم أفطر في نهار هذا اليوم الذي هو صائم فيه، فهل يكون آثما بذلك؟ نعم، لا يجوز له أن يقطع الصيام الواجب. الصيام الواجب سواء كان أداء أو قضاء لا يجوز له أن يقطعه، بل يكمله. نعم، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم.